صافوني مدغ المسك انت المسك انت قبل كنحل فمه نقول شنو عندهم في ديالو هو يندى ليش هذا مدغ ليه شنو ندى الحلو ديالي شنو ندى قال لك ما صوروني شي و يا ربي السنان ياك داكشي علاش يندى يبدا حتى حاجه انا حسب لي قبيله يندى شي حاجه حبيبه هانا شوف عجب بلاد نشبك تشبك هي تشبكنا من البارح ولا العاها عجبت اول مره كانت صرفه صراحه لان عمري صغبتها وجاتني سيس في الاول قاطحه غير تشبك اما في يعني في الجيم هذاك الشيء عادي داك مزيان الحمد لله كلشي بخير ودابا اخيرا سالي الا صدقتها هو ظالم دابا صدق دير لي الكادو خالتي البارح الا صغبتها بحدك صوبتها بوحدي هي دير لي الكادو خاصك كامل كندليك انواع دخل نجيبو لا المشاهدين ديال الناس السلام عليكم حبايب كيف صبحتوا وليداتكم لاباس حبابكم لاباس نتمنى لكم الصحه والسلامه وعواش التبارك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين خارج الوطن داخل الوطن زادين عليا وانتم اولادي دعوا معنا وحنا ندعوا معكم وبقوا معنا ان شاء الله نتمنوا هالشي يعجبكم الله يرضى عليا البارح وهي الصغر وزغبة هذا الحمد لله قلت لنا زغبة الشغل ها زغبة صراحة كنت باغا نعملها في الفرن ولكن للأسف الشتا جات بزاف وصعيب عليا باش نخرجو البارح كنا منطلوها في الفرن وما كتبتها كلشي ما باقي الخير القدام إن شاء الله ونطلوها لكم في الفرن غزالة ما تجي غزالة غزالة ودخل علينا هذا رمضان بالصحة والسلامة وبقاو معنا إن شاء الله هذا مع هذا وربي معها كله ونتمنى والله يعجبكم هيا استحيا كنت زميل أشكي والله الا قلت له خليني انا ورث الصف وانا دابا نصاحب كلشي حتى قبل تعلم ضروري قلت له تعلم حيتاش ما عمري صراحه ما تصغبتها ودابا صعلا يعني منين نفوق ان شاء الله يا ربي غنبقى نصغبها هي خصك غير تلاقي يدك معاها وانا خصوصا نمدلك مع مساعديتي بدا تبقي وقت شي شويه بس كما تشوفوا ويعني كنخصني نضرب شي حوايج جديدين داكشي علاش الله يرضي و انا اللي عندي الماكينه دغيا تصغب له كل حاجه غير تصغب وصغبتها بيدها الصباح وهي الصغار تبارك الله دابا هذا سلادة الله يرضى عليها لا ماكينة لا والو قلت لها تعلم يدك ضروري بنادم الحاجة يشهاها ويقيها ويقيها المشاهدين يا شيخ طرافيكم وقلقين علينا وغليين علينا ولا قصتكم شي حاجة تبارك الله حنا غنبداو نقيوها وقصتكم شي حاجة هذا غير كيلو يعني غير كيلو طحال عمل لي هذا الشيء شكون زعما نجرب كيلو أييه لا عرفت لا كمل كيلو بعدا ماشي مشكل صراحة عملت فيها قوام مزيون عملت فيها كاس ديال الزنجلان كاس ديال اللوز وطحين كيلو ديال الطحين صافي يعني وشويه كاس الزبده وواحد نص كاس الخل صافي وجمعتها شويه ماء الزهر وملون طبيعة الحال والنافع اللي مهم بزاف سواء عملت فيها شويه يعني سالف العجينه ديالها يعني هي خصها شويه الفريك خصكم يعني تخلص شويه الدلك ويعني وتشبك واللي عندي كان عندي فيه مشكل الحمد لله دابا راه حيدته البارح واحد الطريقه سهله والبارح داته وتعصب البارح جيت في العشيه وقلت غنصفي وتعصب درتها في الثلاجه وما عرفتش ما عملت فيها الميه داكشي علاش عملتها في الثلاجه حتى صغرت واحد كملت عليا تعصبت وكنصفي يدي المهم وشتا وكنا مشغولين عندنا العجينه ودير عليها انا تسع خاطر قالي والو انا عييت وهذه هذا في الثلاجة صح الله يرضى عليها هي في الصباح بداتها هي كملها باه نعقليها البنات ونتمنى وصافي وعندنا خلاص العسل درت غير شوية العسل وغنزيد معاها العسل الحامض حنا عندنا الحمد لله العسل الحمد لله يعني بغيت نعمل فيها العسل بالدواق اللي واحد ما تخرج عليا هذيك راه غالية عملت غير شوية العسل ونوريها لكم ونعمل معاها العسل الحامض وصافي وغنصبر ان شاء الله. هيا البنات التشبيكه درت جميع انواع التشابك درت من هنايا شي كبير شي صغير المهم قبلوا على خصكم وصافي راه اول مره ماشي اول مره انتم ويلا حصلاي ضروري يا ولادي اي حاجه ما تجيش سهله اي ما عملتش البنات بهادي زعما شريت بهادي زعما هادي باش نقاد بها عصبتني وصافي ما حنا ما كنقطعش مزيان البنات هذه والو قالت لي ما كتقطعش مزيان يعني الا كنحيدوا لها اليد واخا كنت نحصل عليها على يدي وصافي وخدمت غير بهذه
خدمت غير بهاد الجراره هذه صافي وكنت نقطع بها وشكلتها ضروري. ايوا صافي الصحه والراحه. افطرنا صربتنا الفطور فطرنا نوض لي لا الله يرضاني دابا عاد غنتغدى والله عاد انا بحال لقيت قبل ذا قلت لا 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 زقرت وسالي دار زقته وصافي لا الكادو واحده ماشي لا الكادو ان شاء الله دابا تشوفوا ان شاء الله يا ان شاء الله احنا ضربنا احسن تحليقه عند احسن حلاق في الدوار تبارك الله على السي احمد الجبيلي ديال تمسنين طبيعه الحال ديال بني زروال احسن حلاق السي احمد تحيه لخويا احمد راه متتبع وفي لينا الله يحفظك الله ينورك ومعنا الفكاهي تيك توك مستر روبكس القريه 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 ولا داوود العشاء الناس خدام عامرين يا خاي والله مع حسن بارطاجي بارطاجي دوزو الفيسبوك احنا ما خليناش تحت ما خلينا يرضع ما ربحنا والو اصيبت الوقعه تعبه ندعمو ندعمو المعلم والله كل كنجيبو بالثمن ياك راك تحفه وخلاص ديال باسل تحياتي ليك الفكاهي ديال الدوار وتبارك الله على السي احمد صدره بزاف تحياتي الاصل الطيب وحفظكم الله ورعاكم ونتلاقاو في ساعه مبروكه على بركه الله يا رب العالمين واحسن هديه اللي ممكن تهديو لوالديكم ولا الاصدقاء ديالكم ولا لنفسكم ولا هي الصيدليه الكامله حنا الحمد لله في الدار ديالنا عندنا المنتوجات الطبيعيه كامله كاين شي حوايج بيو 100% وكاين شي حوايج طبيعيه المهم هاد الصيدليه خاصها تكون عندكم في الدار ديالكم ولا بد نهضروا بالعسل نهضروا اول حاجه على العسل يعني بزاف ديال الناس حنا كنا كنبيعوا غير بالليتر غير بالليتر ديال العسل هاد الليتر فيه 1400 غرام حتى 1500 ديال الغرام عسل حر جبلي طبيعي اصلي ما بقيناش كنديروا حنا بزاف ديال الانواع ديال العسل عندنا عسل واحد اللي هو جبلي حر طبيعي ديال الاقليم تاونات وعلى رقبتي لان بزاف ديال الناس كيقول لك اسيدي واش التقليد على رقبتك انه حر طبيعي اي اسيدي التقليد على رقبتي انه حر طبيعي كاين بزاف ديال المنتوجات دابا راه درنا نصف لتر درنا نصف لتر هاد القريعه فيها 700 وشي حاجه 700 غرام وشي حاجه عسل حر طبيعي اصلي عسل حر طبيعي اصلي للدواء هذا الا قلنا غناخذوه للدواوي اما غتاخذ مثلا العسل ديال السدير ولا العسل ديال الخروب ولا العسل ديال هذا وغتقول لي لا دواء ابدا 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 ها هو ديال الليمون ماشي ديال الدواء هذا ديال الاكل ديال التجميل ديال بزاف ديال الامور ولكن ديال الدواء ما صالح هذا ما غيدير لك حتى شي حاجه بخصوص الدواء لان الدواء النحله خاصها تكون كترعى جميع انواع الاعشاب كل شيء على مدار السنه ترعى من هنا ترعى من هنا ترعى من هنا ترعى من هنا ترعى كل شيء عاد نقولوا ودي فيه شفاء للعالمين اما باش ترعى زهره وحده وتخرج لينا العسل بحال هكا ماشي دواء بالنسبه للمنتوجات اللي كاينين في رمضان كاين الكرموس الكحله البلديه كاين هكا بلومبالاج باش كتبقى مزيانه وكتبقى بيان بريزونتي وكاين عاوتاني كذلك البيضه هذا الشيء كامل اللي كتشوفوه ديال اقليم تاونات ديالنا جبلي حر كذلك كاين الناس العشاق اللي كيعشقوها مزلقه بحال هكا راهي كنديروها في الميكا بحال هكا باش كتبقى بلاستيك احسن بلاستيك باش كتبقى رطبه ها هي مزلقه راه مزلقه كتبقى رطبه ما شاء الله اللهم زيد وبارك وكذلك كاين العسل كاين العسل ديال الشهد ها انت زيد عندي ما شاء الله ديال الشهد ها انتم كيف ما كتشوفوا يعني الشهده كتبقى شهده اللي بغى هكا شهد هادو هذا صالح للناس ديال الحساسيه انا كانت فيه الحساسيه باش كنت بقيت كناخذ العسل ديال الشهد راه بطبيعه الحال يعني ما بقاش فيه الحساسيه ولله الحمد كذلك كاين انواع الزيتون كاين الكحل وكاين الخضر هادو غير ديال الشونتيو اللي كتشوفو هنا اما الحمد لله الستوك عندنا موجود عندنا ستوك هنا عندنا ستوك في فاس يعني اين فوا كتطلبوا مني الطلبيه راه كنأونباليوها كاين الاخ ديالي كتأونباليها وتصيفطها لكم هذا الخضر وهذا الكحل هذا مشرمل بجميع انواع يعني بجميع انواع الاعشاب وكذلك الشرموله البلديه التوناتيه فيه الثومه البلديه فيه السودانيه البلديه وفيه الليمون الحامض بلدي والعشوب فيه الزعتر فيه فليو فيه امور كثيره ومخلع بالزيت يعني ما كيضيعش بالنسبه للناس ديال المغرب الناس ديال المغرب ممكن نصيفطوا لكم هذا الكيلو بلا زيت ولكن انه يعني يتكلف داك الاسبوع لان الا ما تكلفش داك الاسبوع كيضيع داكشي علاش حنا كنديروا له الزيت في المغرب ممكن تاخذوه هكا
في رمضان دايرين له برومو للكيلو، ولكن اقل كميه كتطلب هي 5 كيلو للكيلو، دايرين له بروغرام 30 درهم مشرمل بلا زيت، مشرمل على حقو طريقو بلا زيت. راه عرفتي لا درتي طبصيل عمرتي الصباح طبصيل، راه داك الساعه غتضرب 5 حتى 6 طباسل داك الساعه، لان احسن زيتون اروع مذاق. شتي شوف لي غير خبزه سخونه، الناس الموظفين داكشي خبزه سخونه في الصباح سخونه، والطبسيل ديال الدجاجه راه تاخذ كيلو والله تتاكلو، الناس العشاق ديال الاكل والله. وبديت غير تبدا غير حبه راه غايبان لك داك الكيلو ما شاء الله تبارك الله. دابا دايرين له برومو 30 درهم، ولكن اقل كميه كترسل هي 5 كيلو. بالنسبه للناس المغرب يعني ما خصوش يفوت السيمانه، سيمانه خصو يكون تكال، ولكن رائع راه ما يدوز لكم حتى 3 ايام 4 ايام غير الناس اللي كتسافر وداكشي. وكاين هذا الكحل كذلك، هذا كيمشي مخلع ضروري كيمشي مخلع بالزيت باش ما كيضيعش، باش واخا تبقى لك هذه القرعه 20 عام راه ما كتضيعش، وهكا كتستافد من الزيت وكتستافد من الزيتون. مرحبا الف مرحبا، اللهم زيد وبارك يا رب العالمين. كاين كذلك الحامض مسير راه كيدار مع الدجاج، كيدار صحي حتى هو 100% مسير بالزيت، مخلع بالزيت ومخلع بالزعتر والملحه البلديه. وكاين اللي ما فيهش الملحه راه هي الليمونه والله العلي العظيم، الى من داك الليمونه هذا مسير من داك الليمونه، اللهم زيد وبارك يا رب العالمين. وشنو عندنا اخر؟ عندنا الزيت البلديه الخضراء البرقوقيه، الزيت البلديه الخضراء البرقوقيه الرائعه بامتياز، ربما الفلاش ديال التليفون يبينها لكم شويه صفراء، ولكن هذه زيت خضراء برقوقيه رائعه بامتياز ومصفيه تقليديه. كاينه الزيت ديال كاينه ديال الكونتيونيل المعصره عصريه، وكاينه ديال المعصره ديال الحجره بالضو، وكاينه ديال المعصره ديال الحجره بالبهايم التقليديه اللي بغاهم ثلاثه ديال الانواع مرحبا والف مليون مرحبا. هذه الخضراء ديال الحجره مرحبا، اللهم صل على حسين، فيها الثمن جد 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 مناسب. وكذلك كاينه البلبوله البلديه، وكاين الطعام البلدي، البلبوله البلديه والطعام البلدي. ديك الساعه غادي نشارك معكم واحد الفيديو ان شاء الله باذن الله تعالى. بالنسبه للعسل بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس ما تطيحوش في الاخطاء اللي كيطيح فيهم كلشي، حتى كنمرضوا عاد نمشيو للسبيطار، وفاش كتمشي للسبيطار كتخسر داكشي اللي كتكون جامعو كامل كيتخسر. وبزاف ديال الناس كيتدخروا كيتدخروا شويه ديال الفلوس، كيقول لك ويلا مرضنا الا وقع لنا شي حاجه نلقاو باش نداوو نلقاو باش. علاش كتفكروا في المرض وهو كاين الدواء قبل ما يكون المرض؟ يعني كاين واحد الدواء اللي الله عز وجل مذكور في القران الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم كيوصي به وكل شيء كيوصي به، اللي هو العسل البلدي. ولكن للاسف الشديد دابا كل شيء ولا كيبيع العسل، لان الصنادق كثروا وكل شيء ولا كيدير الصنادق. هذا عسل جبلي حر طبيعي، انا ما كنقولش لكم شريوه مني انا، لا شريو من واحد موثوق، يعني موثوق، ماشي تشريوش ليا العسل ديال الصندوق، شريو ليا العسل ديال الجبح البلدي، ديال البلدي يعني ديال القنبوره ولا الجبح. ممكن تشريو ديال الصندوق، ولكن الا كتعرفوا شي واحد ما كيعلفش، لان كنظن انا مستحيل شي واحد ما كيعلفش. كاين الناس اللي كيديروا ديال الصندوق وما كيعلفش، هو تقريبا كيكون بحاله بحال بحال ديال الجبح، غير هو يكون ما معلفش، ولكن ما يكونش فيه الشهد الاصطناعي، البدايه ديالو يكون فيه الشهد الاصطناعي. هذاك راه تي الا خديت معلقه في الصباح وتعصرها مع الحامض، ولا دير معها العسل ديال الحامض ديال الليمون، تكون حره معلقه ديال الليمون حامض حره، تكون حره ومعلقه في الصباح ومعلقه في العشيه، راه والله ما تعرفوا شي حاجه سميتها المستشفى، والله ما تعرفوا شي حاجه سميتها الامراض من طبيعه الحال. والواحد يحاول يقلل من الحوايج ديال الزنقه وما يكون الخير ان شاء الله باذن الله. بزاف ديال الامراض هاد العسل الحره الطبيعيه كداويهم، الا استعصى عليكم الدواء. دابا شحال الناس انا كي نتلاقى معهم يقول لي نشرب الدواء الفلان فلاني ونشرب الدواء الفلان فلان، راه اشكال الصراحه والله العظيم اشكال. تقويه المناعه هو هاد الناس كذلك اللي عندها مشاكل جنسيه راه عادي، راه نهضروا في الجنس راه عادي، مشاكل جنسيه كذلك هذا مقوي 100%، مقوي 100%. يعني بالنسبه للناس اللي كتعاني من مشاكل جنسيه دابا راه كثر بزاف، هذا كيقول لك برودوي هذا دواء هذا كذا داك الشيء بزاف. احسن شيء هو العسل الحر، انا ما كنقولش لكم تاخذوا من عندي، لا خذوا من عند شي واحد اللي موثوق اللي كتثق فيه، صديق ديالك كتشوفه كيصايب داك الشيء وما شابه ذلك، يعني كتثق فيه صادق وامين. لان العسل راه ماشي سهل، راه ماشي سهل، راه ماشي سهل، التجاره فيه راه صعيبه صعيبه بزاف. اللي حشمنا واللي بغى شي حاجه مرحبا الف مرحبا. بالنسبه للتوصيل كنديروا التوصيل المغرب جميع المدن المغربيه، يعني جميع المدن المغربيه، حتى كتوصلك لا كوموند تشوفها عاد خلص. كذلك الارسال خارج ارض الوطن
الناس ديال فرنسا بلجيكا المانيا وهولندا وكذلك ايطاليا مرحبا الف مرحبا. الناس ديال اسبانيا كتوصلكم داكشي حتى لباب داركم. الناس ديال فرنسا كاين لي زاجونس بحال مثلا باري فيها بزاف ديال لي زاجونس بزاف ديال يعني على حساب الاحياء بزاف ديال لي زاجونس. كذلك كاينه مونبولي كاين مهم بزاف بلجيكا عاوتاني بروكسل امستردام هولندا المانيا روتردام مهم بزاف. كنذكر لكم الدول والمدن تقريبا لي تقريبا تقريبا واحد النسبه ديال 99% جميع المدن كاينين. اما اسبانيا خلاص راه جميع المدن بدون استثناء لان كنصيفطو ترونسفير جميع المدن. فرنسا تقريبا جميع المدن المانيا هولندا وايطاليا اللهم يسروا وتعسير. ايطاليا كاينين غير ثلاثه المدن كاينه فينيزيا كاينه فينيزيا وكاينه بادوفا و فينيزيا وبادوفا الثالثه راه غادي نكتبها لكم في الفيديو الا تفكرت في المونتاج. اللهم يسر وتعسر الباقي الاخرى راه كاين كلشي. مرحبا الف مرحبا. هادو هما ارقام الهاتف ديالنا اللي الفوق رقم الهاتف ديالي اللي لتحت بالنسبه للعيالات تبغوا يتواصلوا مع غزلان رقم الهاتف ديال غزلان. مرحبا الف مرحبا. غزلان وعائشه راه قدروا من بعد بحث طويل ومن بعد تجارب طويله يخرجوا واحد الخلطه ديال الانجاب. الناس اللي عندهم الانجاب ممكن انت ولا انت كتشوف هذا الفيديو يعني تصيفطوا للناس اللي عندهم مشاكل في الانجاب ويتواصلوا مع الرقم اللي تحتاني ديال غزلان راه غادي يفيدوهم بزاف. حتى الا ما عطاوهمش داك الخلطه غادي يفيدوهم في امور كثيره. اللهم يسر وتعسر ومرحبا من الجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.